حفلات الخاصة. اه حبيبي. الحفلات الخاصة شمس الدين باشا دائما تسوق نفسك على انك ملك الحفلات الخاصة. منش بالك هم يسوقوني ملك، سامحني هم ملك الخاصة سيتان كوميرسون. يحب يحطك انت كما كيما كنا نحكيوا على لبنان، معناها حاجه هما قاعدين يلمعوا في حاجه فيها محتوى الاعلى الجمهور الاعلى اجرا والحمد لله والشكر لله. نقرا في تونسكوب 100 مليون في راس العام، يمكن 200 على شمية. على تحسب لي انت قلت لك على فلوسك، قلت لك نقرا في تونسكوب. حتى انا قريت هذه زعيم يخلص في موزايك بين موزايك. وين قريت؟ عند العرافه. ما قالوا خلوني نمشي العرافه، قالوا لي قريت عند العرافه تاخذ 50 مليون شهريه في موزايك و50 مليون في شهريه في شهر 100 مليون. يا خويا برشا اعطيني معاك يا خويا اعطينا معاك شويه اعطينا كنت فلوس حكي هذاك على كلامي صادق. مش الشهر بالجمعه نخلصوا احنا. لا مش الشهر بالجمعه. لا 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 تخطب الشهر انت تغمزنيش تغمزنيش. شمس شكرا عليكم. لا لا اللهم انعمت فزد معناتها طبعا. باقي تطاردك المشاكل من عند الفنانين حول تصرفاتك في الحفلات، فكان الميكرو ما تخليش غيرك يطلع، تسكر بكرهبتك الصينيه باش ما يخلطوش. ديم برشا ديم يتكرر هذا. شكون اللي قال لك يتكرر؟ يتكرر هل نقرا فيها هي قديمه ذيك هذيك هو يتكرر باش يحبوا الناس يشوهوا شمس الدين باشا. ما منه حتى شيء صحيح هذا، حتى شيء منه صحيح بحياتك. عمرك ما قلت الفنان اهبط باش نطلع انا وحق 60 حزب وحق المصحف لنهار. كيفاش نخدم فيهم معايا الفنانين انا؟ كيفاش شو تخدم؟ انا حبيت واحد فيهم معايا في حفلاتي، نحطه معايا في الزفيش، خدم فيهم معايا فنانين. دونك تتعامل معاهم مزيه كي خدم فيهم معايا، مش مزيه خدم فيهم معايا باش يغنيوا معايا. انا هسه يجيني صاحب الحفله يقول لي شمس اش قال لك زيدوا هذا وهذا، بدي نقول له حط هذيك وزيد هذيك وزيد هذيك. هذيك مثل ما عندوش مش قاعد يخدم، خلينا نخدموا خلي دورك تختار. معناتها انت اليوم الحاكم بامرك في الفن. تختار تحط دخل في الفن، في الفن في خدمتي في مربعي. الحمد لله في مربعي مش حاكم بامري. انا اقول لك نخدم في فنانين معايا وربي يجعل لي سبه باش نعمل فيها حاجه هكا خايبه. وتحط اصدقائك وتحط احبابك، حطوا هذا وحطوا هذا وحطوا هذا وامنعوا هذا وامنعوا هذا وهذا. لا امنعوا امنعوا لا مش متهي. لما واحد يقول يا اسمعني، لو واحد يقول صاحب الشركه يا هادي يا اخوي انت كان مش مطلوب مسموع باش يخدموك مزيك خدموكش اوكي. وانت عندك كلمه زاده في بلايص في التلفزيون الواحد تقول هذيك هي هذيك ليره مانيش ملايكة بكلنا. أما أنا في موقعي أنا واللي تعبته في حياتي 25 سنة كارير ناكل في الضرب، من حقي نخدم ناس صحابي، ناس نرتاح لهم في الأفيش متاعي. وتمنع ناس ماهمش أصحابك؟ ما نمنع حتى حد، ما كثر ربي كان الشركات وكان البلايص اللي ما تعملش فيتو على فنان معين حتى حد. لو فنان لو فنان قال فيك اللي ما يتقال نبعد عليه، ما يخرج معي في أفيش معايا نبعد عليه. تقول صاحب المحل يبعد عليا سي با بوسيبل. احنا انا عن غنى انا هكا صحيحه ولا على غنى في غنى في عين يا العربيه مصحف. انا في غنى على المشاكل وحق المصحف. انا امي اخر مره تقلقت من قيل وقال، وامي عندها فيسبوك فهمتني وعامله عمليه لساقه اخر مره متعبه شويه. بنت اختي بعثت لها شي تقال عليا فهمتني، بقيت غضتني فهمتني غضتني. قلت لها امي انتش تحبني؟ قلت لها انا نخدم ونتعب انت افرح، ما يهمك في حتى حد. راني انا قلت لك راني نخرج نحارب، مانيش نخرج نخدم، نخرج نحارب. اي جاسيوم فرحان فرحان، اما جو سوي تخي ميفيون واخذ حذري من كم الشقيقه والرقيقه. علاش كملت ميسيون في التلفزه نجحت؟ خاطرني واقف على كل شيء. انا امي قلت لها فطومتي عيش افرح اتلافي سقيك وابرالي ونحبك ديما تضحك. هذوما القشاقش هذوما نعرف نجاوب عليهم بالخدمه وبغير خدمه. موجوعه وعلى الاخر امي توجعت بتقرات شيء كبير انا ما قريتوش وحق المصحف. اما كي اللي بعثته لي ونشوفك الستوري واللي حكيت راجل من سنين، احنا مازلنا غاديكا؟ مازلنا في هاتك الاعراض؟ احنا معناها الترب يا ولد في تونس عمله نادره بصفه غريبه. عيب معناها فنانه تقول كلام خايب وهكا وهكا، راك فنانه تو نرجع باش نحكي. اي معناها ليه معناها الملف هذا انا اكثر انا غضتني سي با بو. معناها اللي غاضني معناها انت سي با بو، هذه مش يعني امير باش تعملوا هذه ما اعراض عرض العباد. هنا جاي ما نحبش نحكي دي برشا موضوع عايشك هذه عايش. مش على كيفك شمس، مش على كيفي. لا على كيفي. لا مش على كيفك. لا على كيفي. مش على كيفك اليوم باش تمشيني بقانونك. يس لا هذاك عندي انت دعيتني تو اسيوم عندي اسيوم. ما كانش والله وحق المصحف ينشدك لهنا خليك فضيحه قعدت تخزر لي الكروب يضحكوا عليا يعرفوني يعرفوني. لا فيش تحكم بحكيمك. لا فيش اي تحكم بحكيمك.
السلطان يتربى على عرش الأفيش. ولا أي فنان عنده جمهور يتربى على أفيشه؟ أي فنان أمينة نرجع عندك قاعدة أمينة. عندك قاعدة أمينة تتربى على أفيشها لطيفة، عندك قاعدة تتربى على أفيشها، عندك قاعدة مشناق يتربى على أفيشه، صابر يتربى على أفيشه، شمس يتربى على أفيشه. عندك قاعدة في الأفيش تحكي على الماضي وعلى المستقبل على ولا على الحاضر؟ أعطيني المستقبل. أعطيني المستقبل. أعطيني المستقبل. المستقبل والله مش معاش يصير حساسية بالفنانين. قررت مش معاش نطلع مع حتى فنان في أفيش. فنان يغني أول حق تكلم ليلى منصور الله، فهمتني؟ حتى أفيش، حتى أفيش نطلع معايا مسرحي كما صارت أنا العبدلي مع ترابل تودوخ، نذكر سامي مسيج يقولوا إشهار فهمتني، حتى مع جيم فوايا صديقي أشرف بن يونس فهمنا، قلت له رو هكا وهكا أعمل حفلات مش ما تصيرش حساسيات بين زملائي الفنانين، وما عادش تحب حتى حد يحكي على شمس الدين باشا هو قبلنا ولا ثمك الغيرة معناتها اليوم باش تتفرد بفيش وحدك. مش أفيش وحدي أنا، مقبل بفيش وحدي أنا كعملت مسرح بلدي وحدي ما شاء الله. إيه ما تو باش تتفرد بفيش وحدك بتبيعها أنا ومسرحي فهمتني، هكا تولي حفلة متنوعة فيها مسرحية فوكاها وضحك وجو، وما يقسم معاك حتى حد أفيش. أنا حر حفلتي بس با بوسيبل. وكيف انت قاعد تاخذ نشط يقسم معاك حد انت؟ وكيف تبدا حفلة ثنائية؟ ثنائية أنا وشكون؟ أنت و لطفي بوشناق، أنت و على راسي وعين. أنت أي هكاك فما استثناءات. توجي تسفسفير شنو حكيتك طبعا نسفسفير. ما نحبش نخرج المنشط اللي فيا، لو قاعد نحكي ماكش شمس الفنان راه ورد بالك. كان خرج المنشط اللي فيا راه مزمر عليك. خلينا نحلقوا ندويت من يديا. لا تخليك.